انتي رديتي عليهم بقوة، ما رح ينفذوا بعملتهم. بظن لازم نجيب لها مي. أنا رح أجيب لها. نانديني. نانديني؟ مو كتير منيحة؟ شوفي هي مو كتير بدها مي. أنا رح جيب لها. كيف قدروا يعملوا هيك لموكتي؟ هاد يلي عملوه عنيف، هي حرة، كيف قدروا يعملوا هيك؟ أساساً مين بيكونوا هن؟ كيف عم تحس موكتي هلأ؟ وشو رح يصير معه؟ ما بقدر أتخيل هالشي. بشع. نانديني، نحن أبداً ما لنا ضعاف ورح نحاربهم على الأكيد. ورح يندموا. المي. إذا بدك أنا بعطيها المي. لا أنا بفوتها عادي. شباب انتو شفتوا شو صار مع موكتي؟ ايه رفيقي، هالشي ما بيتصدق. بحياتي ما تخيلت انه واحدة من الفاب فايف ممكن يصير معها هيك. ايه بتصير، كل شي معقول. انا مو متفاجئ، بس هالشي تأخر كتير. انت ما شفتها كيف كانت عم تتمشى بالكلية بالرغم من كل شي صار معها؟ لا شو هالتفاهة، كأنك زودتها كتير. اخي صح، موكتي بتكون رفيقتك، بس الكل هون عم يحكي عنها. ايه وكمان كل قنوات الاخبار بجوز تنقل كل شي صار معها. شو بتحب تحكي عن حادثة اليوم؟ هدول البنات بدهم ترباية، قصدي اللي بيعرضوا اجسامهم وبيلبسوا اواعي مانا محترمة ومانا من مجتمعنا بنوب. لبس هالاواعي مو حلو ابدا، وعاداتنا ما بتسمح لنا نلبس هيك، ونحنا لازم نحترم عاداتنا ونلتزم فيه وما نطلع عنها. هذا الشيء اللي تربينا عليه. برأيك هالشيء اللي عملته كان صح؟ ايه بظن انه هذا انسب حل لها. هل تافه؟ الحقيقة هو غبي، غبي كتير. كيف بيحكي هيك عن موكتي؟ وكيف بيقدر يحكي هيك عن اي بنت كانت على التلفزيون؟ بس تطلع عليه كل هاي الخطابات الطويلة، تعرف من وين بيجيبوا مصاريهم؟ انا بعرف، صدقوني هالشاب رح يركع عند رجلين موكتي ويطلب منها السماح. تعرفوا امي كانت تقول بهاي الحياة شرف البنت بايدها هي،
لو إنه لو مامتي ما راحت على البار معه ما كان رح يصير لأي شيء. لا نافيا، إذا كان هالشي صح فالبنات اللي بيلبسوا تقليدي ما كان صار لهم شيء، بس في كتير بنات منهم صارت معهم نفس القصة. الغلط هو مو غلط موكتي، الغلط بهدول الناس، بآرائهم وبتفكيرهم. شباب بس شوفوا عقليته كيف، شوفوا قديش رخيص، وأنا بعرف منيح كيف صلح هالمشكلة. سيد كابرا، مؤسسة مالهوترا كل قديش بتتبرع لحضرتكم سنوياً؟ لك انت شو عم تعملي نانديني؟ انت خايفة منه لهالشاب؟ عن جد؟ انا هون عم قلك رح حلها. ماني، انت رح توقف شخص سياسي، وكمان رح تخليه يجي يعتذر من موكتي. بعدين القصة رح تخلص وتتسكر، مو هيك؟ طبعاً. شو بدك تقولي؟ من شوي قلت إنه عقليتهم مريضة. نحن ما رح نتقاتل مع السياسيين وبس، نحن عم نتقاتل مع عقليتهم. وهي القضية ما رح تتسكر، لأنه هي القضية رح تنتشر بكل العالم. شو؟ طيب. شو نعمل؟ شفت نانديني؟ ما بعرف. انت ليه مو بالتدريب؟ انا رحت لأشرب مي. انا بعتك لتجيب مي من ساعة، بس ليك هون؟ اذا نانديني ما التقت فكيف بدي اعلمكم الموسيقى؟ اسف استاذ، رح روح على غرفة الموسيقى. كيف؟ هلا روح ولاقي نانديني بالاول. بس المي ما عم تسمع؟ روح. ماشي. نانديني، شو انتي جنيتي؟ شو هالانتقام هذا؟ نانديني، انتي متأكدة؟ بظن انه الوضع رح يصير أسوأ بكتير وقتها، وكمان مين رح يساعدنا؟ اكيد رح يكون أسوأ، بس هالوسخين لازم يتحاسبوا على اللي عملوه لحتى يفهموا. صح. لهيك بتعرفوا شو؟ خلونا نعمل حملة. حملة؟ ايه فكرة حلوة، بس مين رح يروج لها؟ هن عندهم التلفزيون ونحن عنا الراديو. صح، انا كيف نسيت اني مشهور وعندي برنامج على الراديو. لا تخافي الترويج علي. نحن عملنا كتير خطط سيئة، بس هالخطة هي ايجابية شوي، ما حيصعب علينا. نعلم هالمريضين نفسياً درس. ايه ورح نقلهم هاد مو غلطنا، هاد غلطكم. حلو، تعرفوا اسم الحملة هلأ خطر لي، هاد مو غلطنا، هاد غلطكم، هاد غلطكم انتو. طيب لكن شباب، خلونا نخطط. وين دفتري؟ شنطايتي أنا نسيتها بالصف، لهيك رايحة أجيبها. ديروف، أخيراً أجيت. ديروف منيح شفتها. ادخل تعال. ايه عرفت، بالحقيقة ماني وانا اتنيناتنا منعرف انك حتجي، بس نحتاجك، انت بتجي وبتساعدنا كل مرة. لا
ما اجيت لهيك. اجيت لاخذ نانتي. يا رملته يا رملته هم کو یارو نصیب سے ایک دوجہ کی عادتیں بنتے دل کو چھوتے قریب سے. نانديني الاستاذ عم بيدور عليكي ومعصب وبده اياكي بسرعه. ایک دن کیوں چلے جاتے چھوڑ کے تنہا یہ دوستی ملتی نصیب سے یہ دوستی ملتی نصیب سے یہ دوستی نازک ہے نرم ہے شباب نحن عنا كتير شغل يلا نبلش. يعني موافقة؟ ديروف ديروف ليه ما سألت موكتي كيف صارت؟ كان ضروري تطمن عليها. انت بتعرفي انه الاستاذ عصب علي بسببك انت؟ لقيتها. تعي تعي برافو كيفك؟ أحياناً أنا بتسأل مين فينا الفنان المشهور بهالصف؟ أنت ولا أنا؟ لأنك عم تتصرفي كأنك الأستاذ وأنا تلميذك اللي لازم يضل عم ينطرك. أنت المبدعة وأنا غبي صح؟ أستاذ أنا بعد تمرين المي هاد بردت لهيك طلعت لبرا ومكتي كانت في ناس عم يضايقوها. أنا مالي علاقة باللي عم بيصير برات الدرس. كيف بتتركي درس الموسيقى بهالطريقة؟ شايفتيني غبي؟ احكي أنا غبي؟ احكي أنا غبي؟ احكي نانديني. انت متوتر بسبب نانديني؟ نانديني بسببت لك توتر صح؟ يلا روح لعندها يلا امشي. لا هون انا رح ضل مع موكتي لا تخاف روح. طيب بشوفك باي. بسبب افعالك هي حاسس انك صرتي فنانة كبيرة او ما بدك تصيري او انا بس بدي اياكي تصيري فنانة كبيرة. احكي استاذ رجاء اهدى اذا بتريد. بكفي تعبت منكم حاولت كتير معكم. انتو لازم تثبتوا حالكم. بكرة رح تعزفي مع ديروف وإذا غلطتي يا نانديني فما عاد رح تكوني جزء من هالعرض. عم تفهمي؟ فهمتي؟ ايه فهمت أستاذ. نانديني يلا نتمرن. ما فيني. Oh!
طيب انتي تحملي كتير اغراض معك. خدي. لوين بس تعا معي عندي اخبار الك تعا احكي شو بدك تقولي طيب خليني احزر الاستاذ قال لك شيء شو احكي نانديني لمسك شيء رجاء احكي شيء ماني انت تفكيرك بضل محصور هون حاول بقى انك تطلع من هالتفكير اسمعي لا تزعجيني بحكيك هاد بس احكي شو عمل بكره الاستاذ رح يقلعني من المسابقه هيك قال شو وانت كمان ايه بس ليش لانه مريض بالمثاليه وبصراحه انا ما قدرت ركز على الموسيقى مثل ما بده تعرف الفاره وترتني كتير فطلعت من الصف وتخبيت بالغزانة وهالأيام أنا مقضيتها بس بالغزانة صارت مكاني المفضل هلأ ليش عم تضحك؟ لا بس هالشي بيصدم وبيضحك عن جد ماني بكرة ما لازم أغلط لأنه إذا ما غنيت منيح الأستاذ رح يقلعني من الصف نانديني بحسب معرفتي فيه يلي متأكد من إنه صح ما بيقدر بس يا ماني هو عملها حاسة إنه عم يخطط هيك هو طلعك أنت بالأول وهلأ أنا يمكن القدر ما بده يانا سوا شو عم يصير معك؟ ها؟ شي الفشل، شي القدر و شو عم تحكي انت؟ وكل هالحكي بلا قيمة، عن جد عم اقول لك بلا قيمة ابدا. يمكن انت عم تخليني اضيع. بتعرف لما اكون معك بحس بالفشل. الفشل. لكن شو الفايدة؟ الفايدة خليني أفكر فيها فكري منيح عم فكر احكي عم فكر نسيت شو عم فكر عن جد بدك اني ذكرك طيب طيب لازم لاقي 100 طريقة لأتعامل مع أكتر شاب غريب بكل هالعاني عن جد
وبظن انه مكتوبين المية طريقة بشي مجلة للبنات ورح لاقيهم. ايه روحي على الصف و اتدربي بصف الاستاذ. بس ماني شو صار لك فجأة؟ انت ضلت حاول تبعد الاستاذ عني وهلأ عم تقلني روح وكفي درسه؟ ايه لانه لأنه ما بحب شوفه عم يخسر. روحي اتدربي بصف الأستاذ. بس ماني شو صار لك هيك فجأة؟ انت بتضل تحاول تبعد الأستاذ عني وهلأ عم تقلي روحي وكفي درسه؟ ايه لأنه لأنه ما بحب شوفه عم يخسر. مين قصدك؟ ديروف. ديروف؟ ماني إذا أنا هون ولا لا فديروف شو رح يهمه؟ ما بعرف. ليكي أنت شو قصدك؟ ما بعرف يعني ما بعرف. اسمعي ديروف رفيقي تعرفي هالشي؟ وإذا ما تدربتي معه وقتها رح يضل لحاله ورح يفكر إنه أنا يلي قلتلك لا تتدربي معه ورح يصير في حساسية. ماني كل يلي عم تقوله أنا عن جد ما عم بفهمه. بهالعرض الغنائي لازم نشارك أنت وأنا وهالشي مو مستحيل. وديروب وأنا كمان ممكن. لهيك شو ما كان يلي عم تقوله فأنا ما عم بفهم شي منه. لكن فكري بالموضوع. وإيه ديروف رفيقي وبعرف أنه رح يرجع قريباً قريباً جداً وقبل العرض. مين بيعرف؟ ماني يمكن ما أنه مستعد لسه. أنتي ما فهمتيني نانديني. أنا قلت لك إنه ديروف بيكون رفيقي. ما شفتي اليوم كيف إجا مشان موكتي؟ وهو إجا مشانه لأنه قلقان علي. ما شفتي هالشي؟ بس ماني ديروف قال قدام الكل إنه إجا ياخدني على الدرس. نانديني ليكي أنتي ما بتعرفي هو خجول. بتعرفي لهيك أنا قلت لك إنه هو الداعم تبعنا. تتذكري هو كان قلقان على الكل وعموكتي بس ما رضي يعترف بهالشي وبس. ماني انا ما بعرف ديروف منيح بس ماني صار لازم تتفهم وتتقبل انه ديروف لا تقولي شي. بعرف كيف بيفكر. بداية منيحة حملتك نجحت. ألف مبروك. شكرا. بتمنى ضل عم بتقدم أكتر وأكتر طبعاً منشان موكتي. نافي 10 اتصالات ورسالة ماشي. شو هذا؟ لا ترجع على البيت؟ شو هالبنت هاي؟ ما عم صدق شو اللي علقني مع هالبنت ومع أمها؟ تزعجني بلا سبب.
عن جد ليش؟ هاد بيتي أنا فليش؟ لحتى ما أروح؟ رح روح، هي ما دخلها. هاي. مرحبا، اسمعي، أنا على التراس عندكم. التراس؟ إيه، لهيك تعي. ماني، شو هاد؟ التراس أو الدرج؟ شبك؟ ماني، إذا فاقت عمتي وإذا مسكتنا سوا حنوع بمشكلة. عن جد؟ انسي موضوع عمتك، بالأول خلينا نتفق لبكرة، تعي هلأ. بكرة؟ بس بكرة رح يوضح كل شي بخصوص الحملة. نحن خير مو هيك؟ الحملة نجحت بعكس غنائك. ايه شو فيها؟ شو؟ لازم تتدربي. يلا تعي هلا؟ ايه هلا. ماني رجاء نروح، انا ما بدي اتدرب. نانديني انتي ما بتعرفي قديش كانت صعبة جيتي على التراس. ماني كمان جيبي غطا ماشي؟ باي. ايه مو طبيعي. ماني ايه انت اجيت مشان ديرو؟ ايه طبعا بدون شك. ايه لكن مشان مين؟ بس ليلي حسيت انه الامل حينتصر باقرب وقت. عن جد كيف؟ ماني احنا رح نغني سوا. تتذكر اتفاقنا؟ ايه بس انتي ما قلتي بالعرض الموسيقي لازم نعزف سوا. ف ماني بعرف انك عملت هيك مشاني. انت رح تعمل اي شي مشان تعزف معي بالمسابقة. حلو كتير. تعرفي؟ ايه هلأ أنا واثق بأدائك
ايه لانه بظن هلا الاستاذ ما رح يقلعك من الصف وما رح يتخلى عنك، بس بكره بالصف لما بدك تغني ايمت ما بدك فكري فيني، بس فكري اني عم غني معك، تخيلي رح تعرفي تغني صدقيني، ولا تخافي رح كون قريب منك هنيك عم اسمعك لاني ما بثق بالاستاذ. ماني انا ما بدي منك غير انك تركز على الحمله وبس، وانا رح ركز على التدريب وبس. انا اسمعي انا ماني رجاء اهدى، ما تنسى ديروف معي بالتدريبات. طيب كل شي رح يكون منيح، لهيك لا تخاف، انت بس ركز على الحمله مو اكتر من هيك. ماشي. أنا بتمنى اليوم إني ما أندم لأني اخترت تكونوا تلاميذي، وماني حابب حس بالخجل قدام ستك لأني ما قدرت أعلم حفيدتها. شوفي ولا شي ديروف، نحن ضيعنا كتير وقت، منبلش بلشي غير مرحبا. قديشك ذكي، قصدي انت عم تراقب الاستاذ وتروج للحملة بنفس الوقت. ديني عم بتنشز كي جاسي بجليسي دوري. بس مرحبا استاذ، انت السبب وراء اداء نانديني السيء. أنت الأستاذ، وإذا هي غلطت فأنت المسؤول عن غلطها. بصراحة معك حق، هي غلطتي، ضيعت وقتي مع شخص غريب ما بده يتعلم. لو طريقة التعليم صحيحة فأي طالب رح يتعلم بسهولة. أستاذ هي الحملة هاد مو غلطنا، هاد غلطكم. شو صار لك؟ فجأة غنيتي بشكل بشع؟ شو صار لك انتي، ما تغرغرتي الصبح يعني؟ شبك مبارح بالليل تدربنا سوا صح؟ وغنيتي حلو، بس شو صار لك؟ ماني مبارح انا غنيت معك انت. اليوم غنيت لحالي وكنت ضايعة.
يعني مبارح كنتوا سوا؟ قصدي كان في عرض وراح علي؟ يا ما عم صدق. كبير كفرق. كبير كبير اهدى، مو هلا، فهم علي. اوكي. ايه ناديني، العرض شو صار؟ الاستاذ لسه ما قلعني وما قال اي شيء. الامل. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.